بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبعد. عنوان هذه الحلقة: القرآن في رمضان بين كثرة الختمات والتدبر، شكون اللي فضل؟ واش نكثر بزاف ديال الختمات وندير شي 10 ديال الختمات ولا قل ولا اكثر، ولا ندير واحد الختمه ولا نص ختمه مع التدبر؟ نشوفوا بانه ورد فضل كبير في الكثره ديال التلاوه ديال القران. تروينا الترمذي في السنن ديالو وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بمعنى إلا قلتي بسم الله الرحمن الرحيم فيها 19 حرف عندك 190 حسنة. هذا إلا قلتيها في الأيام العادية. إلا قلتيها في رمضان كاين الأجر كثير، وإلا قلتيها في مكة المكرمة ولا المدينة المنورة تيتضاعف، لأن المكان والزمان عنده الأثر ديالو على الأجر والثواب. هذا الحديث هذا ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله بتدبر، لا غير قرأ، يفهم ولا ما يفهمش. تنفهموا من هذا الحديث الترغيب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من الختمات. وتروينا الحاكم في المستدرك والترمذي في السنن ديالو والدارمي عن سيد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الصحابة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ دابا العمل الصالح وما تيديروه، ولكن شكون الأفضل؟ بغى باش يزيد في الحاجة اللي أفضل. قال ليه: تكلم لي عن القرآن. قال ليه: الحال المرتحل. قال: يا رسول الله، وما الحال المرتحل؟ قال: يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله. تورينا بمعنى الحال المرتحل، أعطانا واحد الحاجة اللي تعيشها الصحابة اللي هو جاي مسافر، مازال ما حلش داك الشيء اللي عنده ديال الزاد ديالو اللي في البهيمة، وعاول مشى سافر. هكذا الإنسان يسافر وهو في قراءة القرآن، الحق قل اعوذ برب الناس، ما قالش صافي انا كملت دابا الختمه، لا، يرجع. داكشي علاش دابا السر والحكمه، حيت نكملوا قل اعوذ برب الناس، اش نديروا؟ تنقراو سوره الفاتحه وتنقراو الف لام ميم حتى المفلحون، باش نكون انا من الحال المرتحل، غادي ولا تندور. ما نوقفش بالنسبه للاكثار من تلاوه القران. ما ذكرش الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التدبر. هذا جوج ديال النصوص اللي تترغبنا في الاكثار من الختمات ديال القران. اما التدبر فهو اهم الاسس اللي من اجلها نزل القران الكريم، كما قال سيدي ربي سبحانه وتعالى في سوره صاد: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من هنا تيتبين أن تعدد الختمات ديال القرآن والتدبر ديالو مطلوب، ولكن هادو جوج ديال المشاريع. المشروع الأول هو تعدد، هذا مشروع اللي هو قريب المادة في الإنجاز. التدبر هو عمل العمر. راه كاين اللي قال لك أنا أتدبر 40 سنة سورة الفاتحة، وكلما قرأتها في صلاة من الصلوات إلا فتح الله لي فيها ما لم أعرفه من قبل. ما تنتهيش التدبر. لهذا هذه فرصة. أشنو اللي عندنا فرصة في هذا الشهر المبارك ديال رمضان؟ نكثروا من الخيرات والتدبر امور، حيت تبان لي بان هذه الايه ما فهمتهاش نمشي نرجع ليها للتفسير ديالها ونعرفها.
اما باش غادي نجلس انا مع التدبر غادي ندير ما كاملاش ختمه، ولكن غادي نكون عارف شي شويه هنا اي شويه. لهذا كي نجمعوا ما بين الاحاديث اللي تتحثنا على الاكثار من تلاوه القران، والايات اللي تتامر بالتدبر، ان التدبر هو المشروع طويل المدى، والختمات المشروع قريب المدى ومتوسط المدى. فحنايا ما نمشيوش نبطلوا كثرة الختمات من اجل التدبر ونوليو ما درنا لا هذه لا هذه. الا مشيتي في الكتب ديال التفسير ما غاديش تنتهي، وما تنتهي حتى غير سورة البقرة ما كفاكش فيها عام كله اعتاك رمضان. لهذا نكثروا ونختم بهذا المثال هذا اللي هو ديال الكثرة ديال تلاوات القرآن. فشي ولد شاف جدو دائما هز المصحف والحال المرتحيل، يلا 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 هز حتى هو بغى يدير بحاله. قال لي هبا انا اجدي ما كاين فايده في هذا القران دابا، انا علاش انا تنقرا بلا ما تنفهم اش يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى. بغى الجد ديالو يعطيه واحد الدرس عملي يفهمه. قال لي هذيك السله ديال القصب اللي كاينه في القوس، وهذا من العاده ديالهم في المدن عندنا في المغرب، ان القوس تيكون تحت الدروج في الدخله ديال باب الدار، تيكون ديال الفخر باش ما يدخلوش الوسخ لداخل الدار اللي تتكون مقاده ومصوبه بالجليج الضفره وكذا. قال لي يا وليدي هذيك السله هالواد حدانا سير عمرها ليا بالماء. مشى عمرها ما لحق لحدا الدار لان قريب الدار حدا الواد، حتى كل شيء خرج من داك التقابي ديال السله ديال القصب. قال لي فين هو الماء؟ قال لي راه مشى. قال لي عاود سير. مشى دار شي خمسه د المرات. قال لي اجدي انا غادي نبقاو نضيعوا الوقت، راه ما كاين لاش هاد الشيء هذا. قال لي انا غادي نجي نقرب حداك حدا الواد، يلا غير خشي السله وجبدها وجيبها لعندي. مشى غير جبدها هكا وخرج الماء كاع من الجناب وجابها لعنده، معنى السله ما هزات والو. قال لي يا جدي حنا غنبقاو نضيعوا الوقت. قال لي لا ما ضيعناش الوقت يا وليدي، الدرس راه هنا بلغتو ليك. قال لي هذيك السله كي كانت؟ قال لي كانت كحله بالفخر. قال لي وحيت مشيتي هزيتي منها، كل ما هزيتي كل ما تنظف، واخا ما هزات هي حتى حاجه ولكن هي تنظفات في حد ذاتها، هي تنظفات. هكذا القران واخا تقراه بلا ما تفهمه، الفعل ديالو تيقوم في الانسان. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. احنا فهمنا دابا المساله بمعنى كثر بلا فهمها مزيان، ولكن شرط حاول باش غادي تقرا قراءه صحيحه. لهذا باش نقراو القراءه الصحيحه هنا في المغرب عندنا الظاهره ديال ختمات ديال القران جماعه. حنا تنتبعوا هذاك الامام ديال الجامع هو اللي تيقودنا في القراءه الصحيحه، لا نمشي نقرا انا شي حاجه. وهنا نختم بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقران مع الكرام السفراء الكرام البرارة، أي مع الملائكة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. شو يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم مع السفراء الكرام البرارة مع الملائكة؟ أنا الماهر. الماهر هو تيقرأ كل شيء وفي واحد وقت وجيز وتيقرأه صحيح، هذا مع الملائكة. الاخر بسم الله الرحمن، وغادي مسكين سوره الفاتحه خصو يدير فيها قسم باش يقراها. هذا عنده جوج الاجور، الاجر ديال التعب والاجر ديال تلاوه القران. وهذاك الماهر راه حتى هو كان واحد الوقت تيتفتح بحال هكاك، والانسان حيت تيداوم على واحد الحاجه تيولي تيتقنها. فلهذا في هذا الموسم هذا نكثروا من خاتمة ديال القران، ونديروا واحد الحصة ديال التدبر اللي هو مشروع طويل المدى، ونجمعوا ما بين هذه وهذه. والسلام عليكم ورحمة الله.